كل عشان محامي برضه يرهبكم. ده محامي ده عليا ان انا كنت كسرت له العربيه، عليا ان انا كنت كسرت له العربيه. ما يهمش وقت خالص ولا يهمش يا جزيرة يا حرة قلبي مرسي جاسوس. هاجر طبعا في دخول النهارده ستيم العوض، تمت مهاجمتك ليه؟ ويعني عايزين نعرف ايه السبب اللي حصل وايه اللي تم بالظبط في الموضوع. انا سليم العو، احنا قضيتنا اساسا اتحاديه، وبعدين ده خاين، امه يهوديه اولا، ده عميل قطر وامريكا وتركيا وحماس واسرائيل، ونطلب من القضاء القصاص لعملة امريكا والقطر الارهابيين. عايزك توصفي لي المشهد بالظبط اللي دار في دخول سليم العوا بالنسبه للناس اللي عارفه البيت دلوقتي بتشوفنا، عايز اعرف الموقف اللي دار بعد القرارات ما نقلتوش وبعد كده فوصف لنا الموقف بالظبط دار ازاي. انا اولا ما كنتش اعرف عربيه سليم العوا، واحد معانا في من بتوع التحرير قال لي سليم العوا، انا كل جلسه باجي ان دوت عميل قطر هو اللي بيصرف على الناس عشان يقتلوا جيشنا وشرطتنا، هو دوت اللي بيعمل الارهاب، بيدعم للارهاب وبيدعم هو ومرات خيرت الشاطر. وبقول لمرات خيرت الشاطر ده انا جايبه لك نسوان يا مرات خيرت الشاطر، ها جايبه لك نسوان وهنيجي بتوع شبرا، ها شوفي شبرا زي بتاع قطر كده، قطر هي شبرا بس اللي هتيجي، نسوان شبرا اللي جايه لك. احنا وهو سليم العوا هنضربه، وهو خارج برضه هنضربه، هنقعد نضربه. اولا انتوا عملاء وجواسيس بتوع قطر وبتوع امريكا واسرائيل وحماس، انتوا احنا هنجيب لكم زي ما انتوا هتجيبوا لنا، احنا هنجيب لكم. ما تقدروش تقتلوا واحد من شعب مصر، احنا خط احمر، الشعب المصري خط احمر، ابعدوا بعيد عنه، احنا الفراعنه ما فيش حد يقدر على الفراعنه. بقول لكم ابعدوا عن الشعب المصري، انزلوا يا شعب مصر ما تخافوش من الارهاب.